مشاهدينا في ليلة جديدة من ليالي وطني. يا هلا فيتشر جاية، مساكم الله خير مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة وليلة جديدة ومفاجآت جديدة في برنامج وطني. اليوم طبعا رقية ترأس سيدي جلالة الملك المفدى جلسة مجلس الوزراء، وبصراحة أنا كلي فخر واعتزاز بأني أنتمي إلى دولة هويتها التسامح والتعايش مثل ما قال سيدي جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه. أكيد طبعا بسام، وأيضا أكد جلالة الملك الله يحفظه أن التعايش والسلام الحقيقي يستند إلى تقبل الآخر وهو جوهر المواطن البحريني، وكلنا الفاخر بين الأمم أن شعبنا من أطيب شعوب الأرض مثل ما هو معروف عن البحرين. بالتأكيد خطوات مملكة البحرين نحو السلام والازدهار يعني مو مواجهة ضد أي كيان أو أي قوة مثل ما أكد جلالته، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله. موقف مملكة البحرين ثابت ودائم من القضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية. جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه جدد التأكيد عليه اليوم في الجلسة. نستعرض فقرات اليوم؟ يلا يا ريت نستعرضها. طبعا اليوم مشاهدينا يعني راح يكون معانا في البداية ضيفنا العزيز وهو مخرج بحريني مميز حجز لنفسه مكانة كبيرة في عالم السينما الخليجية والعربية. ضيفنا لهذه الليلة الأستاذ المخرج بسام الذوادي، وبعد راح نتكلم عن مشروع بحريني قديم متجدد الشباب القائمين عليه اهتموا بإدماج التراث بالحفاظ على البيئة. فقرات عديدة ومتنوعة مشاهدينا في حلقة اليوم، لكن بعد هالفاصل خلكم معنا. حياكم الله من جديد، حلقتنا اليوم مثل ما قلنا مشاهدينا مميزة، فيها العديد من الفقرات المتنوعة وفيها مفاجآت حلوة. عندنا في أول فقراتنا ضيف يعني متميز وهو فنان بحريني مخلص لوطنه وشغوف جدا في عمله. قدم الكثير من الأعمال الفنية الراقية، كان ولا يزال علم من أعلام السينما البحرينية بل والعربية بسبب تميزه وإبداعه في مجال الإخراج السينمائي. ضيفنا؟ هو اللي دخل من خلال أعماله لكل بيت بحريني، شاركهم همومهم وأفراحهم، قضاياهم ومشاكلهم، سعادتهم ونجاحاتهم. ضيفنا هو المخرج السينمائي الكبير الأستاذ بسام الذوادي. يا هلا فيكم. يا هلا مرحبا فيك. شكرا على هالمقدمة الجميلة، أنت وسعادتكم أبرك الله يسلمك. والله إحنا حظيظين وسعيدين بوجودك معنا أستاذ بسام. الله يسلمك. يعني تاريخ طويل للأمانة. طول لي عمرك. إن شاء الله يسعنا الحديث عن هذا التاريخ نبين للمشاهدين، طبعا انت غني عن التعريف استاذ، لكن نبغى نستذكر معاك هذه يعني الذكرى الجميله في اعمالك اللي كلنا شفناها واللي كلنا يعني حبيناها ولازلنا نشوفها اليوم. يعني جزاهم الله خير يعني اللي قائمين في قناه بحرين الاول. صحيح. قاعد يعيدون لنا حق احلى الذكريات. اي نعم اي نعم. احنا يمكن عندنا سؤال تقليدي في بدايه الحلقه، يعني شلون مرت عليك ازمه كورونا استاذ؟ قريبه والله تصدق، لان ازمه كورونا بالنسبة لي كفنان وكمخرج عطتني وقت. أنا عندي فيلم صار له 5 سنين مشتغل عليه، وتجربة جديدة ما حد يعني ما حد دخلها في الوطن العربي إلى الآن. ندخل 2 مخرجين معاي، واحدة بنت من السعودية وواحد مخرج من الإمارات، إن نشتغل على ذي الفيلم 5 سنين. وأنا أبحث 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 لين لقيت قبل كورونا يمكن بأسبوع شيء قبل لا يصير الحظر على كل شيء. اي نعم. وبس خلال هالفتره قعدنا اشتغلنا، خلصنا السيناريو، خلصنا الافكار، تناقشنا. ففتره كورونا اعطتني مجال انا ان انتج نوعا ما. نعم. عشان الفيلم. لكن تاتي للجانب الاخر،
افتقدت الكثير من الأصدقاء، الكثير من الأهل، الكثير من اليمعات اللي كنت أحبها، وخاصة مع البيت. تدرون مع البيت شوية يعني ابتعدنا فترة. الوالدة الله يحفظها، نحاول قد ما نقدر، يعني نحاول قد ما نقدر. فيوحشونك أصدقائك، ربعك، هلك. بديت ما تشوفه متدري المسجات، احنا مو بمال المسجات، احنا ترى عتاج ولا لنا علاقه بالمسجات، احنا ويه بويه، احنا نروح نطق الباب ويبطلون لنا ونشوفهم، احنا متعودين كذي. احنا نقول لنا فارق الاعداد انك يعني ملتزم بشكل كبير في اجراءات الاحترازيه. اي يعني مو قضيه ملتزم، لان الله يسلمك دي شيء ترى غلطه بسيطه وانت ما تدري. صحيح. تعفس مجموعه معاك ومجموعه تعفس مجموعه. أكيد. على شنو عاد؟ فبس التزم، اقعد في مكانك، اقعد في بيتك، قابل اللي انت مضطر طبعا بتقابله. دائما احنا اعدادنا انت ما تتخيل في البيت شو مسويين. يعني عندنا عندي في مكتبي صوفة وصوفة ثانية وكذا ثلاثة، كل صوفة يقعد عليها واحد. جميل. احنا اليوم حتى يعني في البيت بيننا وبين بعض لما ننشر هذه الثقافة، حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، لأن بالفعل يعني مثل ما تفضلت هي يمكن إجراءات بسيطة، يمكن نحسها أنها شوية تكون صعبة، لكن نتائجها كبيرة. صح. أو أثرها في حالة إذا ما التزمنا طبعا بتكون أيضا كثيرة. إحنا الليلة إن شاء الله بتكون ليلتنا مليئة بالذكريات الجميلة، مليئة بالحديث الحلوة اللي راح نتكلم فيها عن مسيرة كبيرة لفنان طبعا كبير اللي هو الرب بسام الدوادي. لكن يعني ساب بسام، هل الفنان أحيانا يحتاج إلى العزلة؟ أي نعم أحياناً. شوفي ترى الفنان مود، أحياناً عزلة من غير سبب، وأحياناً عزلة مسببة بسبب. يعني مثلاً أحياناً عزلة لأن ما في شيء يجيك، فأنت تبي تقعد بروحك أساس الأفكار ممكن تطلع لك، يطلع لك شيء. وأحياناً لا، عندك الفكرة وتبي تبتعد عن العالم كله وتبي يعني تعيش معاها بروحك. أنا زوجتي تقول لي لما تصيدني ذي الحالة، تقول لي شو أخبار ضرتي؟ كلها زينة والله، هالأيام يعني شوية تعبتني لكن زينة. لأن من تجي فكرة مثل اللي أقول لك هاي الفيلم، طبعا أنت وما شاء الله عليكم يعني صدق أوفيته وعطيته والبحرين بشيء، عرفنا ترى عمرنا ما مرينا في جائحة مثل هاي الجائحة، جديدة علينا. صح. جديدة على الكل، لكن اللي تابعكم نعرف شو نسوي، نعرف وين نروح، نعرف كل الإجراءات خذيناها ترى منكم، مو لأن احنا خبراء، احنا شفهمنا احنا في هالأمور. فلما ابتعد كانت يعني أقول لها لازم أنعزل شوية، خلي بس الأمور تهدأ في مخي. وفعلا صدق ما تبي أحد، ما تبي أحد تماماً، إلا إذا أحد له علاقة بالموضوع يعني ممكن أنت تتواصل معه. أنا في اقتباس في بالي أستاذ، يعني أنت يعني بالتأكيد يعني اشتغلت في العمل الرسمي وتقاعدت من العمل الرسمي، لكن طبعاً يعني خلت لنا العديد من الأعمال. لكن هل يعني عمل المخرج ينتهي أم يستمر؟ لا لا لا، شوف عندك في شغلة، الممثل والمذيع فترة. ودائما انا قلت لما كنت اعطي الدوره للمذيعين اللي موجودين من التسعينات وكذا، انه عندكم 10 سنين عشان تستمر 15 سنه، انت العشر سنين لازم تسوي فيها شيء مختلف عشان تستمر 15. بسبب شنو؟ بسبب العمر. لان انت قدام كاميرا 24 ساعه، فتكبر فيون مثل ما طلعت ومثل ما طلعوا اللي قبل، يون عقب في ناس بتطلع وفي ناس بتطلع. فالممثل نفس الشيء امام الكاميرا، تلقينا دور الحبيب ودور مدري من وشاشي كابور في بوبي اللي ماتوا عليه الناس، عارف. وتي بعدين بعد عمر كبير دور الاب، دور المتبجن، دور الجد، حين دور لازم، هاي وضع طبيعي. لكن المصور المخرج هذا لين ورا الكاميرا، هاي صير عمره 100 سنة تسوكي واصل، يواصلون. هيتشكوك وصل لنهاية الثمانينات وهو يخرج، ما كان في مشكلة. لأن إحنا ورا الكاميرا، أنتوا لأن قدام الكاميرا لازم في وقت معين، لذلك أنتوا
إثباتكم فعلا في التقديم بشكل عام، أنا أتحكى بهذه، الجمهور يلصق فيكم والجيل يلصق فيكم ويبتدي يقلد، يبتدي يبي يصير لأن أنتوا أمام الكاميرا. وأنا يعني أنا أعتقد أن العطاء دائما بيكون موجود بغض النظر عن عدد السنوات، طالما يمكن في كلمة احنا اتفقنا عليها قبل ما ندخل الاستديو، وهي شغف العمل. بالضبط. ويمكن هذه ما يميز يعني تألق وكل هذه الأعمال الكبيرة اللي قام فيها الفنان بسام الذوادي، لأنه كان في شغف وراء كل ذلك. أي نعم، هو الشغف دي صار لأن أبوي الله يرحمه بنا، وما نفهم شنو الشغف، ولا حد يدري شنو الشغف، يعني ما أدري، بس لأنه قاعد ليل نهار وأنت عمرك 11 سنة 12 سنة عشان تسوي لك بتسوي مشهد، أول ما أعرف شلون أسوي المشهد، سكين الدش في مقبض واحد تطلع من الصوب الثاني، شلون أسويها؟ لا في جرافيك لا في كمبيوتر، ما في شيء، شلون تقص السكين وشلون تلصقها وشلون ذي الشغف شوي شوي ينبنى. على أي أساس؟ ردود فعل المشاهدين، من تشوف ردود الفعل يكبر عندك، يكبر وما تقدر توقفه. ما لو شنو هذه الشغف فعلا، هذه لو يصير عمرك 100 سنة دي شيء ما تقدر عليه، ما تقدر توقفه. طبعا احنا نستشعر هذا الشيء يعني من خلال كلامك يعني استاذ بسام، هذا الشغف الكبير اللي تحمله. احنا يعني طبعا عودنا المشاهدين في برنامجنا على المفاجآت وعلى التقارير وعلى الجوانب المختلفة من حياة الضيف. احنا عندنا هذا التقرير، زاروك طبعا مجموعة من فريق الإعداد عندك في المنزل، وشكرا على حسن الاستضافة، وشكرا يعني انك تحملت هذه الأسئلة اللي بنشوفها الحين مع مشاهدينا. نشوف هذه الأسئلة اللي يعني سألوها فريق الإعداد للأستاذ بسام الذوادي وراجعين نكمل معه. شنو تعنيلك السينما في حياتك؟ دنيتي. شنو يعني لك فيلم القناع سنة 1982؟ أول لمسي حق شيء اسمه السياسة. السعودية في ذاكرة بسام الذوادي. هي الأساس. المرأة في أعمالك. كل حياتي. هل الإخراج خذ أولوية العائلة؟ نعم. شنو تعني لك الكاميرا؟ عيوني. هل راضي عن جميع أعمالك؟ كلهم عيالي أحبهم. الشغف في حياتك العملية. أبغى فرحة الناس. شنو الفيلم اللي كنت تتمنى تكون المخرج له؟ أفلام صراحة، لكن فيلم واحد يعني كنت أتمنى أن أنا أسويه، فيلم المستشار. القضيبية في حياة بسام الذوادي. تأسيسي. هل اكتفيت من دور المخرج؟ أبداً لا. كلمة توجهها إلى شريكة حياتك؟ بعد صبر شوية علي. أصبرت وايد. عودة مجددا مع ضيفنا العزيز الأستاذ بسام الذوادي. يعني الأجوبة على الأسئلة قد تكون في كلمة كلمتين، لكنها تحمل يعني معاني عديدة وتحمل سوالف عديدة بعد. يعني أنا عجبني يوم رديت على سؤال الكاميرا هي عيوني، وتذكرت شغلة أستاذ بسام، إن أنا سمعت مقولة من قبل، المخرج هي هو يعني عيون المخرج هي عيون للناس، اللي يأخذ عيونهم في مكان يعني ما يتصورونه او ما يتخيلونه او انهم يعني شيء جديد او انه يتخيلونه. نعم. بس انا جسد لهم فيشوفونه في الواقع. نعم. لذلك انت تصدق احيانا تشوف بعض الافلام وتصدقها لانه جسد لك اللي انت سامع عنه اللي في خيالك كان، فيجسد لك. هي دي الشغله، سواء كانت في المسرح او في السينما او في التلفزيون. اليوم لما يقول لك الناس ترى نفسيا البشر تعيش نفسيا، ان بسام ورقية وعندهم برنامج قدموا مجتمع واعي وقدموا اللي ما قاعد يتخيل، اللي لما يشوفه تشوف يتنفس غير
فأنت التجسيد إحنا شقلنا نحاول نجسد الواقع، مع العلم أنا بعيد عن الواقع، كل أفلامنا ما لها علاقة بالواقع. إحنا الواقع مادة لنا، بس إحنا ما ننقل واقع، إحنا نأخذ المادة ونحطها في فيلم ونلعب فيها، يعني إعادة تشكيل نعيد تشكيله بشيء يناسب المجتمع، يناسبنا، وطبعا وايد فيه وجهة النظر اللي إحنا نبي نطرحها في الهاي. أنا بعد يعني يمكن في شغلة حابة أذكرها، يعني سادسة وأنا شفت لك يمكن لقاء وأنت كنت تتكلم يمكن عن أمور الحين نقدر نربطها بالكلام اللي قاعدين نقوله، خاصة عين المخرج، علشان المخرج يكون فعلا مخرج متمكن ومخرج يعني قادر على نقل الصورة المجتمعية بشكل صحيح. أنا أذكر يعني في أحد اللقاءات حضرتك قلت كلمة، قلت أنا خاصة يعني أثناء دراستك في القاهرة، قلت أنا دربت على لوحات تعبيرية ورقصات تراثية، لحنت، كتبت، ألفت، لكن كل ذلك كان لهدف واحد، أنا علشان أي أنقل الصورة بشكلها الصحيح أنقلها كمخرج. بالضبط، هو شكراً يعني أن أنت لاحظت هالجانب، لأن هذا الجانب وايد ناس ما تفهمه، ما يعرفونه، وما يدرون أن أنا ترى أبي أتعلم هذه اللغات كلها عشان أصير كمخرج، لأن أنا مسؤول عن تجسيدها كصورة، فبالتالي يعني كانت جداً مهمة بالنسبة لي. نعم، لو يعني لو نرجع على الذكريات، إيش رأيك بسام؟ نرجع، نحب الذكريات. نرجع. يعني المتتبع لمسيرة الفنان بسام الذوادي يعرف أن البداية كانت منذ البداية الولع بالتصوير، يمكن تصوير فوتوغرافي، بس حزاتها بسام ما كان فيه الأدوات الآلية المتاحة، لكن في قصة كذي حلوة أنت دائما تذكرها وتعتز فيها أستاذ بسام لما تذكرها، أيام ما كنت في وزارة الداخلية وكان في قصة كذي أن اللي يشتري سيارة يابانية يحصل من وراها شغلات، فنبي نسمعها ويا مشاهدينا. هذه قصة اللانسر. اي اللانسر، سيارة اللانسر. انا قاعد اشتغل، يعني الله يمسيه بالخير نقيب ايامها، عبد الرحمن القتم، وشافيني اشتغل عند الله يذكره بالخير جاسم خيمر في المقاولات. انا فراش، مو يعني ذبحة، عمري 14-15 سنة يعني. ف قال لي ليش ما تشتغل؟ هو كان مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية وقتها، فشقلني في العلاقات العامة. أتذكر شغلة وايد مهمة في العلاقات العامة في مبنى في القلعة هناك، لما تدخل عند مكتب الموظفين اللي موجودين في باب، فأنا فتحت الباب دشيت إلا في صالة سينما صغيرة موجودة، وأنا أحب السينما فاستانست عليها، فيقولون لي ايش فيك انت مقعد هني وراك شغل، ترى فراش لازم تروح تودي اوراق تجيب اوراق يعني. فقلت لهم ان انا عمري ما دش يعني دشيت سينما، بس ان تصير كلها لي البروجيكتر يمي وكذا ما قد صار في السينمات العاديه، ما يصير الكلام هني. اللي راشد الكعبي والله ما أدري إذا كان موجود أو لا، يعني الله يعطي الصحة إذا كان موجود، اشترى سيارة، هو موظف في العلاقات العامة في الداخلية، عطوه مع السيارة بروجيكتر شاشة وشاشة عرض، كاميرا سوبر 8 اللي هي سينما تصور أفلام سينمائية. قال ما بيهم، يوم شافوا شغفي أنا في هناك وما بيطلع من ذيك الحجرة يعني، وياهل يعني مستانس يعني على الوضع يعني، تشتريهم؟ قلت له ايه اشتريهم، شهرين معاشي، مال شهرين 30 دينار كان معاشي، باعني اياهم 60 دينار شهرين. اتذكر ان قعدت اعطيته معاش شهرين خذيتهم، وصورت اول فيلم فيه الوالد الله يرحمه وهو في السياره الدوج مودينا لصخير، أول لصخير يروحون يكشتون، فمودينا هناك، فمصوره هو يوقف السيارة وكذا، هاي أول تصوير أول فيلم. على طول ثاني فيلم صار فيلم الوفاء، سويت فيلم من أي مع التايلانديين، كان الله يسلمك محل اللي أشتغل
في العمارة، عمارة جيش المال، مجاب المحكمة في المنامة. فوق كان في مطعم اسمه اللؤلؤة. هذا المطعم من أشهر المطاعم، مطعم مكفو الدش له. إحنا قبل إحنا شاي بو دينارين ما الدش له، هاي مال ربية ربيتين الدش، دينارين ما الدش، غالي بالنسبة لنا وايد غالي. الموظفين كلهم تايلنديين، فرحت كلمتهم قلت لهم أنا يعني أبي أسوي فيلم كذا، يوم قالوا لي إيه، بس حصلت الستوف واشتغلت. وكان معاي أخوي وصديقي سمير السعاتي، لأن أنا أمثل في الفيلم وهو يصور، وإذا أو أنا أصور لما ما أمثل وكذا يعني. وسوينا أول فيلم، وهذا الفيلم يعني اللي فتح لي كل الخيال كله، المتعة كلها. لأن تدري قبل إحنا لما خلصت الفيلم الناس شلون شافت تتوقعين؟ أنا عارف، أنا سمعت اللقاء بس نبي مشاهدين. بس أنا بعرف شغلة بعد السؤال بسوم، يعني أنا سمعت وأنك يعني بعت مجلات عشان تشتري البروجكتر. أنا بعرف كم مجلة بعت يعني. هذه قبل أي، هذه كنت أصغر قبل الدخلي وقبل لا أشتري. هذه كان عندي أبوي من بداية الستينات جايب لي مجلات سوبرمان، أول ما طلعت المجلات والوطواط لولو طرزان بونانزا، يعني هاي المجلات المصورة مالتنا مال زمننا، هاي مجلات الأطفال اللي إحنا نشوفها. وأنا لأن المجلات قصص وايد حبيت، وحبيت القصص، أنا قمت أقلد القصص. يعني أول شيء تصوير فوتوغرافي، قمت أسوي قصص ألصقهم، أحط صور عشان أسوي قصة من ذي، متعلمة من ذي يعني ما كان. فتخيل لقاية أنت من الستينات، لقاية أنت بداية السبعينات، إيش قد صار عندك مجلات؟ صار كم هائل يعني. فرحت أبيعهم، رحت مكتبة المحوزي قلت له تشترون مني، قال لي إيه. شروهم 25 فلس الوحدة، هي قيمة 100 فلس، فشروها ب 25 فلس. فتخيل عطتني المجلات دي كلها، سوت لي 6 دينار و 50 فلس تقريبا. البروجيكتر اللي بيعها يمدك كان أبوي دي ريال في محل ألعاب ب 6 دينار. أي أستو إياه يرخصني ولا رخصني، صدق عطاني إياه ب 6 دينار شريت. يعني شوف الحب لما يكون يعني من بداية، يعني الإنسان خلينا نقول بداية نعومة أظافره، وفي موهبة معينة، في فطرة الواحد يحس في نفسه أنها هي موجودة، فيخلي هذا الشيء يكبر 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 وياه لحد ما نشوف واحد من الاثنين، أما أنه هو يستمر في هذه الطريق وتكبر مع الموهبة فعلا، أو أن الزمن يقدر أنه هو طبعا يمشي في اتجاه. والله صدقين يعني تصدق في ذي الوقت شفت ما في فائدة، بس شغلي أفلام، ما سوي شيء غير، وما أعرف شيء غير غير السينما وغير القراءة وكذا. الشباب كلهم طيران الخليج كانوا يقدمون حق طيارين وكذا، رحت قدمت. يمكن بعد بس بيختلف مسار يعني، قلت بس شوف شلون إذا بيتغير الوضع يعني عندك. ما قبلوني لأن ألبس نظارة أيامها. فرجعت مرة ثانية وكتبت الرسالة، أظن حطها على موقعي، لأطلب من وزارة الإعلام إن يبعثوني عشان أدرس السينما. نعم، إحنا بنتكلم طبعاً عن يعني دراستك، فترة دراستك وما بعد، وأعمالك طبعاً الكبيرة، لكن أيضاً فريق الإعداد يعني ظهر قعدوا قاعدة طويلة معاك في البيت، يعني سألوك العديد من الأسئلة أيضاً عن مجموعة من المواضيع نشوفها مع مشاهدين الكرام وراجعين. هناك الكثير كان من تراكمات الأعمال اللي موجودة. أول شيء فيلم حدث ذات ليلة في البحرين، هو فيلمي الجديد اللي بشتغل فيه، اشتغلنا قاعدين نرتب الموضوع. رقم اثنين، في هناك كتاب خاص عني تقريبا صفحاته كثيرة، فاشتغلت طول هالفترة شلون أنا أقلص هذا الكتاب بشكل يكون مناسب حق فطول الوقت في جائحة كورونا. طبعا الالتمام مع الأهل
هذه نقطة جدا جيدة. رقم اثنين، أنا خلصت الأشغال اللي كان ممكن تأخذ فترة أطول لو كان في الوضع العادي. حسن ونور السنة لأن أول مسلسل عربي جرافيك، وأول مرة نستخدم الكمبيوتر عشان نقدم ونوظف الكمبيوتر في الدراما. نجاحها أتى أولاً قصة ألف ليلة وليلة حمد الشهابي، وجود زينب العسكري، وجود أنور أحمد، عبد الله ملك، بخليفة العريفي، الجروب ذلين الله يرحمه، علي القرير، يوسف بهلول، محمد بهدي الله يرحمه، هذه الجروب هم شالوا العمل، إبراهيم بحر طبعاً الله يرحمه. فمن هني أتى نجاح هذا العمل. لو يروحون يشوفون الفيلم من 330 مليون بيدخل. أمارسة لا، كسلان شوية، بس أحبها إيه، يعني حتى في قعداتي لما أسرح شوي شيء أرسم، لكن أن أركز أن أرسم أنا كسلان شوية. هي بسيطة، طبعا هذه المقابلة تمت عام 83 مع الله يرحمها أستاذتنا المذيعة العزيزة كريمة الزيداني. كنت أيامها أنا راجع من القاهرة بعد التخرج، وكنت عامل قبلها بسنتين أول معرض تصوير فوتوغرافي في القاهرة في ذلك الوقت. فالأستاذ حسن عيسى كان مخرج البرنامج، اسم البرنامج سهرة للجميع، اقترح أن أنا أكون، وأختنا كريمة الزيداني الله يرحمها هي اللي عدت المادة. فكنت أتكلم عن الصور، وبعدين كنت أتكلم عن الإخراج. فكانت أحلامي شنو في ذاك الوقت؟ ما أتوقع أن أنا وايد تغيرت، لأن نفس الأحلام ما تغيرت بالنسبة لي لو صار هي حين 37 سنة لها. في 76 كان الله يسلمك سيارة لانسر لما يبيعونها يعطونك معها كاميرا وبروجيكتر وشاشة عرض في 76. فصديقنا اسمه راشد الكعبي في وزارة الداخلية، أنا أشتغل فراش في وزارة الداخلية في العلاقات العامة في ذلك الوقت، شرى السيارة وما عرف شو يسوي، ويعرف أن أنا متولع بموضوع الكاميرات، فباعني يوم 60 دينار شريت منه أول كاميرا سينمائية اللي صورت فيها أول فيلم لي في ذلك الوقت. أنا أجمع كل شيء. أنا قلت لك من قبل عندي شهادة مال الصف الأول ابتدائي، عندي شهادة الصف الثاني ابتدائي، عندي التيل اللي كنت ألعب فيهم، عندي الأشعار اللي كنت أكتبهم وأنا طفل، عندي الرسومات اللي أرسمها وأنا أحب أجمع تاريخي وأقراضي. هذه تأخذ وقت أرويكم الحين. أقدر أرويك وأشرح لك معظم الهوايات اللي موجودة عندي. يعني تخيل أن كل هذه المنطقة اللي هني رسائل أنا كنت أراسل الشركات وأطلب أقراض وأبيع في دكان أبوي أقراض في ذلك الوقت في السبعينات، يعني 76 77 كذا. كل رسائلي موجودة، ما راح منهم شيء، ما ضاع منهم شيء. كل الصور اللي صوروا في حياتي أحاول قد ما أقدر أن أحتفظ بهم، موجودين عندي. كل الأفلام، هذه كمية أفلام، هذه الأفلام طبعا لأن الحين صار في نتفليكس وكذا، فعشان شيء الأغراض صارت قدام الأفلام، لأن ما قاعد أشوفهم مثل قبل، لأن أوريدي أنا أشوف هناك. فالأفلام أجمعهم ما تتخيل. شوف ناس وايد يمكن تعرف هاتي ميراساتي، هاي أصدقائي الفيلة، فيلم هندي إنتاج 71، أفلام السبعينات بداية السبعينات نهاية الستينات موجودة عندي. وهذه هواية تجميع الأفلام من يوم صغير، يعني أنا دائما أشتغل عليها فأحبها. يعني Thank you.
رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا المتميز والاستثنائي طبعا الاستاذ بسام الذوادي. يعني انا واشوف التقرير حط يدي على قلبي اقول ان شاء الله ما يسالون السؤال اللي بساله الحين. استاذ بسام يعني لك اعمال جميله واحنا نذكرها طبعا حسن نور السنه يعني كاعمال دراميه وكافلام، اول فيلم روائي بحريني فيلم الحاجز، ويعني حصلت يعني على العديد من يعني الجوائز في المهرجانات وجوائز الاكاديميه طبعا. استاذ بسام يعني هل هذه لانك يعني كنت في يعني في ميدان العمل مثل ما نقول يعني شخصيه صارمه؟ لان احنا سمعنا انه يعني كنت وايد تكرف الستاف يعني في التصوير وكنت صارم من مساله الوقت وجوده العمل. يعني هل هي سمه فقط يعني متوفره عند الاستاذ بسام الذوادي ام انه لازم كل مخرج يكون كذي؟ هو المفروض لأن ببساطة أنت لما تسوين عمل وتجيب هالفريق ويشتغل أي تأخير يستوي هذه تكلفة فلوس. وقت إحنا نشتغل حق الدولة، فأنت الحين بوزارة الإعلام تلفزيون البحرين مسلسل بنسوي مسلسل، أنا بدال ما أخذ في المسلسل على حسب المخطط اللي حاطه مثلا نقول 35 يوم نفرض، يعني لان مسلسلاتنا قبل كانت 15 حلقه. نعم. تسويها 40، هاي الخمس ايام فلوس من اللي دافعها؟ طبعا الحكومه بتدفع. نعم. الحكومه ما تدري في هالموضوع. غير ذي وذاك انا عندي شغله يمكن الشباب الله يرحم اللي راح والله يحفظ اللي موجود حاليا، يعني دلين روحي. دلين اللي ما أعرف لا أعيش من غيرهم ولا أعرف أقول أي عمل في حياتي أنا مالي كريدت، دلين اللي لهم كريدت، هم اللي وقفوا معاي، هم اللي تحملوني، هم اللي صبروا أيون، يعني لدرجة بعضهم أتذكر خلصنا الله يرحم عبد النبي فردان مدير التصوير الله يرحمه طبعا أستاذ كبير، يقول لي سادة وي، يقول لي ساعة ثلاث تبغانا الساعة 7، قلت له 7 وانا وفعلا مسكين يجي قبلهم بربع ساعة قبل الساعة 7 يلقاني محل الدخول حاط كرسي وقاعد، قال لي من الحين تقاعد؟ قلت له ابغى اشوف من يجي ومن ما يجي. ليش؟ لان لازم اخلص اون تايم، ما يصير بس اعطي براح متى ما خلصنا خلصنا، انا مرتبط بشمس بنور ب ب ب بليل بأذان بصوت مرتبط بوايد أشياء، فلازم نمشي صح عشان نخلص صح ونرتاح ونقعد كلنا مرتاحين ونشوف. لا خلصتوا صح للأمانة يعني خلصنا. لا والالتزام مطلوب يعني خاصة في مثل هذه الأمور. التزام مطلوب بس بيني وبينك يعني أحيانا أحسنا أنا أكون قاسي زيادة عن اللزوم. صحيح ردود الفعل بعدين يزعلون وبعدين ردود الفعل تصير أحسن، بس تكون لصالح العمل يعني. اي طبعا هو حق العمل لان هو بيني وبينك فهمه وخذ وقت. طيب. الشباب مو دارسين، انا جاي محتك بمخرجين مصر مشتغل معاهم دارس في مصر شايف الطريقه يعني في نوعا ما خبره معينه، يعني هم مساكين ما عندهم موظفين يا واشتغلوا في التلفزيون وانتهى الموضوع، فقاعدين يشوفونها الحين غير، فانا شلون اعلمه ان شغلك مهم؟ نعم. شلون يصير مهم عندك؟ شلون انت تحبه؟ فبديت اشتغل معاهم، خذ وقت. احيانا اكون عاد متى اقصى الصراحه يعني بزياده اذا كان زين. الزينين لا ما راح اللي صراحه عشان اطلع منهم الافضل. اي لا عشان لان لا هذه بيصير ظهري يا عارفه ما علي من زعل. ياخذ وقت استاذ لما تختارون الممثلين هذه شلون تلبس الدور عليه يعني؟ اي هاي الكاستنج موضوع اخر. اي نعم الكاستنج ذي نمر في باشكال وخاصه انت تدري الممثل يبي يمثل، عندنا ممثلين هني ما يقبلون، احنا في السينما عندنا اوديشن يعني انت صج ممثل مشهور وكذا بس ما يصير تمثل اذا ما سوي لك اوديشن هني ما يرفضون. تدري ان ذي خسر ممثل كبير دور من اهم الادوار والتي انفتح له باب العالميه موضوع الاوديشن ان هذه رشدي اباظه
رشدي أباظة ديفيد لين عشان لورنس العرب بقى رشدي أباظة ما بعمر الشريف. فقام رشدي أباظة قال أوكي وكل شيء، قالوا له أوديشن لازم تسوي عرض أول تجارب الأداء تجربة أداء إذا كان لك. قال أنا رشدي أباظة أروح أسوي؟ لا ولا أشتغل ولا أبي أشتغل ولا كذا. عمر الشريف وافق، طلع عمر الشريف صار ممثل عالمي. عمر الشريف كان رشدي بيمشي. شوف شلون طبعا في أساسيات يمكن للاحتراف الفن. إحنا اليوم ما نتكلم عن الفن فقط كمهنة، لكن لما نتكلم عنها يعني شيء من الاحتراف لابد أن إحنا نلتزم ببعض هذه الأسس والمعايير. لكن يعني احنا يمكن المعروف والقريب منك يعني استاذ بسامي عارف انه ما شاء الله لك علاقات كثيره ولك من الصداقات ومن العلاقات مع الزملاء الكثير ولله الحمد. فاحنا اليوم طبعا ايضا يعني هذا الجانب ما غفل عنه فريق الاعداد، يعني مجهز لك الحين فيديو بسيط من احد الزملاء اللي بود انه يوصل لك شيء. هنشوفه مع مشاهدينا ورادين لك. بسام الذهبي اعطى التجربة السينمائية في البحرين والخليج العربي أكثر من أي مخرج في المنطقة. للفيلم الروائي هو الذي أعد وأخرج العديد من الأفلام مثل الوفاء عام 1975 والحاجز سنة 1990 وزائر في سنة 2000 ثلاثة ثم حكاية بحرينية سنة 2006. بسام هو الذي أعد ورتب للمهرجانات السينمائية واستضاف العديد من الفنانين الكبار في البحرين ومثل البحرين في التجمعات السينمائية العالمية. تعليقك سبسا طبعا عاد يعني هاي خليفة شاهين هذه أستاذنا وهذه اللي فعلا يعني لما تقولين عن الشغف هذا الرجل رجل شغوف تعلمنا منه شلون نحب الصورة. أنا أول ما فتحت عيني يعني الصراحة في البحرين لأن كنت في السعودية طول الوقت وتعلقت في أشياء وايد في السعودية، لما جيت البحرين وين رحت حق التايلنديين وقلنا بنسوي الفيلم سويت الفيلم زي ما الفيلم يبي له مونتاج مش فاهم اوكي صورت وخلص الحين تعال قصص هالاشرطه ولصقها وتسوي شيء ما كنت اعرف شو اسوي من عندي من اللي اعرفه من اللي طلع في حمد والقراصنة من اللي انشهر كان خليفة شاهين اسم يعني بالنسبة لنا كان هو شيء كبير وخاصة أن أنا متولع في هذا المجال. فرحت له قلت له طال عمرك أنا يعني جاي وكذا وعندي هذه أنا مصورة بس ما أعرف شلون أسوي يعني أنا بيقول مونتاج بس ما أعرف شنو مونتاج فمسكين ما قصر تخيلي شوفي شلون يعني لا يعرفك ولا يدري انت ايش مسوي ولا قال ان ذي ياهل ياي يعني اعطاني حجمي وقدر عملي. شوف الحكمه اللي يملكها هذا الرجل شلون وياب لي احد وقعد عشان اتعلم اسوي مونتاج مع العلم مو لا يضيع وقته وياي ولا هم يحزنون مفروض يعني. فتشوف شلون انا فعلا دائما اقول لهم انا وايد محظوظ في حياتي الحمد لله ان قابلت ناس هالشكل واللي وقفوا معي. وضعنا في البحرين يمكن على 92 عقب الحزب سنتين او شيء فهمت صعوبه اللي احنا نسويه. قبل ما كنا ندري كان حلم نطلع ونحلم. هذا الرجل كان يعرف لكن الشغف ماله كان يدفعنا كلنا. يعني استاذ خليفه بصراحه شو اقول يعني اكبر دليل يعني استاذ بسام على يعني حبك للتحدي ويعني وهذا الشغف الكبير اللي تملكه استاذ. شفنا اول انتاج لفيلم روائي بحريني طويل
يعني وهو فيلم الحاجز سنة 1990. يعني للأمانة أنا شخصياً شفته للأمانة. أول شيء شفته قبل يمكن 5 سنين من زين، وعجبني للأمانة كفيلم في ذيك السنة، وبالعكس وأنا متأكد أنه كسر الدنيا ذاك الوقت. شفته اليوم يعني لمراجعة الفيلم، لأن دريت أنك موجود معنا. يعني للأمانة يعني لاحظت حجم الفلسفة اللي فيه، في فلسفة، في فعلاً آرت، في سينما، في فن، وفيها الرمزيات هذه السينمائية الجميلة. ما كان فيلم يعني مجرد يعني عبر أحداث متسلسلة وشخصيات، لا لا لا، كان في عمق يعني. فهذه يعني اللي فعلاً يميز الأستاذ بسام، يعني هذا اللي يميزك، وهذا اللي يعني خلاك اليوم يعني تصبح هذا الاسم، لأنه فعلاً تملك الفلسفة وتملك العمق الكبير. يعني نبي نتحدث عن هذه التجربة، عن هذا الفيلم. هو شوف، أنا يعني أعوذ بالله بكلمة أنا، ما أحب أتكلم، يعني دائماً أقول مب أنا. وراء هذا الفيلم كاتب اللي علمني شلون أشوف العمق اللي تكلمت عنه، اللي هو أمين صالح، أستاذ أمين صالح، والأستاذ اللي الله يعطيه الصحة والعافية علي الشرقاوي. ذلين الاثنين حطوا يدهم في يدي. تعرف تاريخهم؟ تعرف تاريخ الأستاذ قاسم حداد الشاعر؟ نعم. وأمين صالح وعلي الشرقاوي، أنا وين؟ وسط هؤلاء المثقفين اللي مو بس فاهمين الدنيا، عارفين كل حرف وعارفين معناه. فذلين اللي قدموني، ذلين اللي علموني أشوف بعمق بعدين، ذلين اللي علموني لما يوم كتاب سيناريو آخرين أعدل لهم، مو لأن أنا لأني تعلمت. فذلين اللي سووني. أنا ترى كل شوف الشباب اللي اشتغلنا اللي تقولون مساعة وملتزم وياهم والوقت على العفس اللي سويته، ذلين علموني. تعلمت أحب، تعلمت أرتبط، تعلمت أضحي عشان الشغل. الأستاذ أمين صالح والأستاذ علي الشرقاوي والأستاذ قاسم حداد هما اللي عطوني دي الجانب الفلسفي، غير طبعاً أنا لأن دارس فأنا متعلق بهذا الموضوع أيضاً، الفلسفة وعلم النفس وكذا، فبديت صرنا أقرب، أقدر أتكلم اللغة نوعاً ما يعني. فهما اللي سووني، هما اللي سووا دي كلها. فما عليك، أنا اللي عقب استوى من ذلك. بس بعد يعني الدراسة في القاهرة يعني صار بسام، وكل التجارب اللي مرت عليك هناك بعد يعني أسست الكثير من الأمور، وبنيناها بعدين طبعا على الاحتكاك مع هذين القامات الكبيرة ومجموعة طبعا أدباء والمثقفين. بس بيني وبينك هم هذين يعني القامات اللي فعلا كبيرة ما بيرتبطون بشخص إذا ما حسوا إنه ممكن يتعلم وبيصير، أما حسوا استشفوا إنه ممكن يتعلم بيصير، لأن اللغة صعبة. السيناريو الحاجز كان صعب، وكان هو شلون صار السيناريو؟ لأن عندي قرار أنا بسوي فيلم، أنا صاحب القرار أنا بسوي فيلم، أنا صح يعني هذه إيه، لكن اللي صار هم صراحة. في ناس وايد يعني شافوا هذه يعني الامور استاذ بسام، ان كان يمكن من الاهل، ان كان يمكن من الاصدقاء، ان كان مجموعه من الادباء والثقه يعني المثقفين والشعراء شافوا هذا الجانب. نعم. فاحنا بينا نتكلم عن الاهل ونتكلم عن الاصدقاء. الفقره مالتنا اليوميه اللي دائما نعرضها على ضيفنا، وهي طبعا فقره خاصه، بيكون عندك فيديوين، احد هاي الفيديوين بيكون للاصدقاء والفيديو الاخر بيكون للاهل، على ضيفنا العزيز انه هو يختار الحين شو اللي يبي يشوفه، فيديو الأهل أو فيديو الأصدقاء، لأنه ممكن يصير متختار. لا أنا يعني لا بتحدى بقول الأهل، بشوف أنا شلون بيسوون لي على شوفوا نشوف الأهل. يلا جماعة خلينا نشوف فيديو الأهل. يلا طبعا بسام الدوادي هو عماد العائلة، هو فخر العائلة، من يطري اسمه كلنا يعني نستانس، يعني نفتخر ان إيه هاي خالنا، هاي اخونا، هاي عمنا، هاي ابونا. هو الشخص اللي يربط العائله كلها ببعضها. لما احنا نفكر ان احنا ننجز او ان احنا ننجح في حياتنا، دائما مسيرته تمر على بالنا ونقتدي فيه، يعني نقول دائما انه هو خالنا معناته ان احنا نقدر.
احنا حبينا نستفيد منك اكثر ونبي نسالك سؤال، شنو هو سبب الارتقاء في مسيرتك الفنيه او المهنيه؟ شنو احنا نقدر نسوي عشان احنا نقتدي فيك انه يكون احنا بعد نرتقي وننجح في حياتنا المهنيه؟ شنو نصايح عندك تقدر تعطينا اياها ممكن هي تساعدنا؟ طبعا غير الدعم لازم في تكنيك تقدر تعطينا اياه، يكون ان نعطي اكثر في شغلنا، نعطي اكثر في مهنتنا، نعطي اكثر في شغلنا اللي احنا نحب نشتغله. يا حليل وين جبتني؟ هاي ما توقعت انا، يعني هذه حبيبتي المهندسة، يعني مش أقول لكم، يعني أمينة، إحنا كل عيال إخواني وخواتي بالنسبة لي دليل حياة كلهم، يعني وأحبهم بشكل كبير، يعني ما شاء الله عليهم مثل أمينة، يعني تلقينهم التزام وفي شغل ومشاريع ومرتبطين بوايد أشياء، يعني طموح داخلهم قريب، يعني إحنا ما كان إحنا يمكن لأن عندنا السينما والشغف مثل ما قلتي وكذا، بس ما في ظل الظروف الصعبة تلقينهم يطلعون، ما في شيء، عارفة هاي الجيل، يعني أنا هاي الجيل اللي دائما يقول لك هاي الجيل الجديد اللي مر شنو، أنا أشوفه جيل طلع في وقت أصعب منه بوايد، وقاعد يطلع وقاعد يحاول ويتحدى وقاعد يحاول يسوي شيء، ما عليك منه ساعات هذه تشوفه كسلان، تشوف هاي ترى ما عليك، وقت الصج بتشوف شلون يوقف. هذا الجيل جميل أنا أحس فيه. بس عشان جاوب على سؤالها بعد أستاذ بسامي، سألت وقالت شنو اللي خلاك يعني ترتقي في مجال عملك؟ طبعا احنا تكلمنا عن الشغف، بس احنا نبغي ان نشوف العوامل اللي فعلا ساهمت في ارتقائك في مجال عملك. شوف في نقطه وايد مهمه ناس وايد يمكن ما تدري عنها، انا وايد اهتم بالاداره، سواء في عملي لما اشتغل انا ادير، بسوي مهرجان انا ادير 150 لازم تديرهم دلين شلون بيشتغلون، اهتم بالاداره بشكل او باخر. سويت أول مهرجان اللي أنا اشتغلت عليه من نظام وكذا كتجربة، وكان في 93 أيام سينما المصرية الجديدة اللي دعيت، حتى المصريين قالوا لي تري لو طايحة فينا الطيارة مصر ما فيها سينما بيصير، لأن كلنا أنت يا ابنة. قدمت أول دراسة للنظام بعد ما شفت الأوضاع في تلفزيون البحرين بالذات التلفزيون، فأول دراسة للاستراتيجي والنظام شلون تصير، شنو دور المذيع، شنو دور المخرج، شنو دور الإدارة، شلون موضوع الأوفر تايم، شلون نحسب الأعمال، شلون يقدمونها. هذا الجانب تطور مع السنين، مع التطور قام يكبر. وصلت دراسة أتذكر ب300 صفحة موجودة بس عن تلفزيون البحرين، فيها كل شيء، لدرجة حتى كشوف جداول كل شيء، عشان السيستم لما يتحول إلكتروني كل شيء جاهز موجود هني. هذا الجانب ناس وايد دائما تقول الحين شي دخل ذي في ذي، ما يدرون لما نشتغل على فيلم معين وأنا أشتغل على فيلم معين التفريق ماله ولا الإنتاج البرودكشن ماله لازم استراتيجي، ما يصير تي وتحط كاميرا وتصور، في سيستم شنو تصور سيستم لا سيستم كامل، هذه الكاميرا شنو، ذي العدسه شلون، ذي وين بتنحط، كم من يوم عليها، فلوس هالقد، ذي الفلوس لازم تروح مني، لازم اسوي السيستم، نظام اسوي النظام. ذي دخلت في ذي الموضوع، بعدين خذيت دورات في الاداره شلون تصير، فقمت اطور هذه الدراسه. وقت اللي أنا كنت مسؤول هني يمكن طبقنا جزء كبير، يعني من ضمن الأشياء اللي ديوان الخدمة اعتذر، وهي حلم من أحلامي،
ان الناس اللي فول تايم موجودين هني مذيع. انا ليش اجيبه من 7 لـ 2؟ وبعدين هو عنده من 4 لمرة كم، فيجي من 7 لـ 2 قاعد ما عنده شغل، ومن 4 ياخذ اوفر تايم. قلت لهم ليش؟ المذيع يجي على وقته. المخرج عندهم برنامج اسبوعي او يومي ومدري شنو لمده 3 أشهر، تسجيل مسجل، يروحون يشتغلون، ان شاء الله بيقعدون شهر كامل يشتغلون، خلصوا 3 أشهر وبارزين عندهم شهرين خلصوا، بس يروحون ما ابي اشوفهم انا. المهم اشوف الشاشه واشوف الكواليتي واشوف الشغل صح. الانتاجيه مالتهم ان الانتاجيه قاعده تمشي في مجالنا. والصراحه بيني وبينك اقتنعوا، بس قالوا لي بس ما نقدر نسوي نظام لكم بروحكم ونسوي نظام حق كل مكان نسوي له نظام. احنا عندنا نظام واحد، ما بمعقوله ان بنسوي نظام حق كل مؤسسه اتي. بس قلت لهم ان احنا دي مؤسسه ابداعيه، هاي ابداع المبدع. انا شلون قاعد احط مكاتب لهم قاعدين عندي مجاب لهم 24 ساعه وانا ما يشتغلون، اهدر طاقتهم في حين ممكن استفيد منها في جانب ممكن اخر، ممكن نستفيد منها بشكل اخر. فذي الامور الاداريه كلها تراكمات من بدايه من 93، من بدأت الدراسة ذي وقدمت أيامها الدكتورة هالة العمران عطيتها. والصراحة الصدق أقول لك يعني نعم. الدكتورة هالة على على الأستاذ خليل الذوادي على الوزراء، الكل وقف معاي، ما حد قال لي مو بشغلك ولا حد أحبطني ولا إبراهيم. الأستاذ خليل الذوادي ما تتخيل شقد أعطاني فرص وعطاني في الإدارة، ان شلون انت ذي الورق نحوله الى واقع، ما نقدر نحوله بشكل رسمي في ذي، شلون نحوله بيننا. اعطانا فرص، فتح لنا مجال. هالة العمران كل يوم اجتماعات تصير برا، انا اروح امثل في اجتماعات اداريه، فانا امثل كنت الهيئه، كله من ذي الجانب. فهو ذي اللي نمى، كان في يعني ايمان بالرؤى المقدمه لانها كانت فعلا رؤى صحيحه. بس يعني احنا من بعد ما شفنا فيديو الاهل والغير متوقع، اتوقع الحين سب بسام يعني شفت قدرات الفريق عندنا في الاعلان انهم يقدمون لك الغير متوقع. انا بفهم شلون وصلوا لها يعني بعد الحلقه بنقول لك مصادرنا بعد يعني. فالحين احنا امام الخيار الاخر وهو فيديو الاصدقاء، ولكن قبل ما نشوف مع مشاهدينا فيديو الاصدقاء، الان يجب ان تتوقع ما هو غير متوقع. فمن تتوقع بيظهر الحين في فيديو الاصدقاء؟ اصدقائي؟ يعتمد قريب، غير متوقع، احنا ما ندري، بس يعني شخصية غير متوقعة من اصدقائي. بوايد اقول لكم اساميهم. خلينا نشوف، يلا خلينا نشوف نشوف الفيديو. بسام الذوادي تجربة كبيرة جدا وغنية، غنية على المستوى الثقافي في البحرين، غنية للبحرين. صعب جدا الواحد يتكلم عن بسام الذوادي، ولكن انا بدايتي معاه من الخلفية، من الكاميرات ومن الأشرطة ومن الأمور هذه كلها ومن التصوير الفوتوغرافي. عمر كله فوق 40 سنة. أنا استمتعت بعلاقتي ببسام، استفدت مني كثيرا. هو المخرج، هو عنده الرؤية، أنا الممثل، إحنا النقاش مع بيننا، إحنا شاركنا في العديد من الأعمال، البرامج التلفزيونية وغيره وغيره. بسام الذوادي هو ثروة قومية يستحق مكانة فنية إعلامية للبحرين أكثر من اللي هو فيه. هو ما شاء الله مكانته عالية، ولكن أنا وجهة نظري أنه يستحق مكانه، هو مدرسة فنية، ثروة قومية. أنا ما عندي سؤال، ولكن أنا عندي حلم، كنا حلمنا مع بعض أن أنا هو نهاجر أمريكا. يا بسام، لو كنا هاجرنا أمريكا اليوم في 2020، ماذا كنت تتوقع؟ هل أنا بكون ممثل عالمي أم أنت ستكون مخرج عالمي؟ حبيبي أستاذ أنور أحمد، طبعاً وجهة تحية. يعني يا أبو أحمد، هاي تاريخي وياه من يوم صغار، إحنا يعني مع بعض وأحلامنا مع بعض، ولأن أنا مرتبط بالسينما. وأنور ترى فنان، اترك إنه مقدم أو ممثل أو أنور كان يقني، كان يموت شيء اسمع عبد الحليم، لازم اسمع أنور أحمد. وراح يدرس موسيقى وقت اللي أنا أدرس سينما، هو راح يدرس موسيقى، وكان موجود في معهد الكونسرفتوار يعني سجل ويدرس موسيقى وخلاص، بعدين غير ورجع للكويت ودرس مسرح. أنور شو أقول لكم عنه يعني؟ لأن كل شيء سويناه مع بعض، كل الأعمال اللي سويته جنوني. أنا لما إيي أنور أول واحد اللي يوقف معاي ويقول لي ذي عقل، أنا أدري إنه جنون.
أنور أحمد يعني لو إحنا يعني كان في جيبنا، أتذكر أنا قلت أظن في لقاء آخر كان جيبنا 12 عونة نبي نروح نهاجر أمريكا كنا يعني فعلا مندفعين يعني خلاص نهد هذه ونهاجر أمريكا. جو أقول لك كلمة يعني إذا ما تسويت حق ديرتك ما ينفع. أعرف وايد مخرجين كبار وسوا أعمال كبيرة وأصدقاء بعضهم يعني في بيننا وبينهم شيء يعني علاقة نوعا ما يعني تشتغل في بلد غير بلدك وتنشهر مو لا تنشهر أنت حكي عن الإخراج تنشهر وكذا وبلدك متأخرة في هذا الجانب وانت ماشي هناك ما أعتقد أن ذي حق في المكان اللي أنا ربيت فيه واللي وقف معاي في كل شيء. أنا البلد درستني وعلمتني واحتضنتني وعطتني بيت وعطتني مر يعني ما يصير يعني لا تحكي عن بيوت المدينة أول ما بدأنا يعني. أنور كممثل يعني تفرق ممثل في الانتشار الممثل مذيع كلكم الانتشار ذي بينعكس على البحرين لكن لما أخرج فيلم أمريكي بينعكس حق أمريكا أخرج فيلم هذه بينعكس لكن اللي يمثل فلان البحريني لا حق البحرين. والدليل احنا شفنا بعد أستاذ يعني في فيلم الزائر يعني الفريق العمل المؤلفين المخرج السيناريست يعني كلهم من البحرين والأرض بحرينية يعني نعم. نتكلم عن مواقع تصوير وبرست معالم البحرين وهذا شيء جميل يعني هذه أتوقع جزء من رسالتك يعني كمخرج بحريني أنك توصل الصورة الحضارية للبلد. هو مو بس الشكل البحرين تشوف في نقطة واحدة بلد نعم. مثلها مثل أي بلد في الدنيا إذا ما إحنا عطينا داخل وتشوف بغض النظر أنا مو عاجبني ما أدري شنو هني في سالفة ما أدري شنو مو عاجبني هني ما أدري شنو بس أموت عليها يعني شنو المشكلة يعني عادي حتى في البيت أنت ولدك مو ما يداني ذي ولا بنتك ما تحب هذه وأنت صاير دكتاتور وأنت ما يبونك عادي بس هي الديرة عطها الوطن أم تقدر هي ذي المحل. الإشكالية مالتنا اللي إحنا فكرنا فيها إن صعوبة السينما في البحرين اللي اكتشفناها بعد 93 ايضا الكثافه السكانيه كبير دور العرض اللي في البحرين هالكثير يعني بتسوي فيلم بينعرض في كم سينما يا في السيف يا في السيتي وفي السيف في السيتي في محرك ثلاث كم ايش كثر راح يعني راح ينعرض عشان ممكن راح ينعرض يعوض قيمه التكاليف صعبه لذلك كان اساسا هو ليش الدوله وقفت ليش دعموني يعني ايام طارق المؤيد فيلم الحاجز والدكتوره هاله دعمون لا عارفين الوضع فدعموني لهي لما دخلت شركه سينما وسوينا فيلم زائر دعموا الموضوع حكايه بحرينيه تاسست شركه عشاني عشان نسوي فيلم عشان يدعمونا لان عارفين الوضع الوضع مو سهل تسوي فيلم ملايين احنا مو بامريكا نعم. الحاجز يعتبر فيلم مستقل ايوه من الافلام المستقل هو بيني وبينك معظم افلامنا تعتبر افلام مستقله افلام مستقله يعني تركيزكم اكثر شيء كان يعني انه انا اطلع بفيلم اكاديمي اكثر فيلم لا 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 ابدا ولا في بالنا ولا ندري كلش انه فيلم بنسوي فيلم انت تدري انا زين اللي ما رحت فيها فندق ريجنسي عشان الاوبننج مع الفيلمي معطيني قرفة وعندي ناس تخيل اللي يحبون السينما من السعودية الدكتور فهد اليحيى والدكتور منصور جايين من الرياض بسيارة عشان يحضرون الافتتاح يبون يشوفون فيلم بحريني شلون صار في فيلم بحريني يعني يوم طلعت في البداية وشفت العالم الناس وكنت وايد سعيد بشكل ما تخيل رجعت الفندق بت في الفندق تخيل من جنوني ذيك اللحظة فتحت الشباك وطلعت برا تدري لو واحد مدقلني أنا كان طايح من فوق بس ما كنت
تحس وتطالع الدنيا والسماء انت جنك ملكت العالم. ان حققت اول فيلم في التاريخ حق البلد ملكت العالم. وهذا الفيلم طبعا عزيز علينا كلنا يعني ما شاء الله. وهذه بوستر الفيلم حبيبي هدية. نعم. يعني بسيطة يقدمها حبيبي لك فريق البرنامج. شيء يعني كأنك شايف ولدك. هو ولدي طبعا. هاي أول عيالي. هاي أول عيالي. بالعكس ما شاء الله عليكم. البوستر ما شاء الله يعني كان نفس البوستر. نفس هاي البوستر الأصلي. هاي بوستر الفيلم. هاي اللي تحت الحركة مسويتها مريم زمان. نعم. الله يعطيها الصحة. وإحنا عاد محمود غريب هو اللي صمم البوستر. هذا الفنان اللي مسكين. أنت تدري إن كل اللي اشتغلوا في هذا الفيلم بس عشان يعطونا الصورة لنا. تسلم يا الله. هاي شيء يعتز به. أشكركم. مشاعر أحس مشاعر يعني ما انت عارف الحين توصلها لنا. يعني إبراهيم بحر الله يرحمه. يعني الله يرحمه. في ذي وراشد الحسن. يعني بالنسبة لي قضينا احنا قبل الفيلم اشتغلنا تصويره. بدأنا الله يسلمكم في سبتمبر 89 تصوير الفيلم. من فبراير 89 واحنا مع بعض عشان نصور في سبتمبر. يعني الاسم صراحه يعني لمع في ذاك الوقت. ولا زال بسام للامانه. لا زال طبعا. نتذكر السينما في البحرين لابد ان احنا نستحضر. الشيء الجميل الله يسلمك انه برع ايضا. نعم. يعني شوف اليابان من اول الدول اللي وقفت معي ودتني أخذت الفيلم وعرضوه على الجمهور الياباني. وأول مرة أشوف فيلمي على ترجمة في البورد هالشكل من فوق لتحت مكتوبة كانت. وتناقشت مع الجمهور الياباني في ندوة كبيرة. جمهور مو يعني مكان كبير يعني. وفي صور كثيرة يعني في ذي. تناقشنا شلون يكلموني. المرأة اليابانية مركزة كانت على مريم زمان. وردة فعلها طبعا التوحد اللي يستوي انت لما تلقى البارتنر او شريكك ما قاعد ما تتواصل وياه وكذا فيصير مثل التوحد فتبتعد عنه. فمريم ابتعدت في الفيلم عن قحطان قحطاني ابتعدت عنه. انا طبعا مثل ما قلت لك شوف امين لما يكتب وهم عارفين واضح من الفيلم انه فعلا يعني تم انتاجه وصناعته على اساس انه هو يخاطب يعني جميع نعم فعلا. يعني اذا تسمحون لي استاذ بسام بس بقول لك شغله. تخيلي ان انا تعجب فقمت من ضمن الندوه فابي اسال سؤال صحيح. فقلت لهم يعني انا اشوف نسبه كبيره من النساء. يمي واحده مترجمه يابانيه فنسبه كبيره من النساء يعني انتوا عادي يعني في عروضكم هالشكل. فقامت واحدة قالت لي لا احنا قرينا على الفيلم واحنا كلنا جايين نشوف الفيلم. نقول لك شيء ما بتصدقه ترى معظمنا يمر بحالة مريم زمان. واحنا شفنا روحنا في مريم زمان. اليابانيات شافوا روحهم في مريم زمان وان دي مشكلة نعاني منها. تخيلي. اكيد يعني هذه السينما الحقيقية اليوم لما انا اقدر اجسد واقع مو بس يعبر يمكن عن مجتمع معين إنما يعبر عن فئات حقيقية وتصل حق هالناس. صح. الحديث عن السينما حديث جدا شيق وجميل لكن ليش ما نعرج على موضوع آخر تكلم عن المسرح. يعني المسرح بعد والساحة البحرينية عندهم عتب صغيرون عليك أستاذ بسام. خلنا نشوف هذا العتب من وين يانا ودائما يقولون العتب من المحبين فخلنا نشوف العتب من وين يانا. يمكن يعني أنا عتبي الوحيد على أخوي بسام إنه هو يعني استسلم أو خلى كل وقت للسينما. حتى أعمال المسرح يمكن بدأ في نادي المدينة شوية بعض النشاطات ولكن كانت السينما أيضا طاغية. ويمكن اشتغل وياي 3-4 مسرحيات يمكن هو الوحيدين اللي اشتغلهم. لكن خل وقت كله حق السينما وكان المجال وعر وصعب.
احنا افتقدناك كدراما تلفزيونيه بسام. يعني انت للحين ما شاء الله عليك تقدر تعطي وقادر انك تقدم ماده تلفزيونيه دراميه مختلفه، لان انت عينك سينمائيه، ثقافتك سينمائيه، فراح تقدم شيء وسوف تسهم مع اخوانك احمد يعقوب وعلي العلي والقفاص ومصطفى رشيد وجمعان الرويعي وحسين الحليبي، انت سوف تكون مختلف لان انت يعني درست السينما وعرفت كيف تتعامل مع الكبر. واحنا اشتغلنا وياك فاثمانية، واشتغلنا وياك الهارب، واشتغلنا وياك حسن نور السنة، واشتغلنا وياك عدة أعمال وحكاية بحرينية، وحتى في الحاجز كانت لي طلة بسيطة. ولكن أنت سوف تضيف وتضفي على الدراما الشيء الكثير، محتاجينك احنا. حبيبي حبيبي عبد الله ملك، يعني شو أقول لكم، هو يعني موضوع الدراما هو قصة بالنسبة لي يعني. بس قبل دي عبد الله ملك طلعني في المسرح كممثل وأنا مخرج، وطلعني قبل لا أشتغل في التلفزيون كم شهر، مثلت في مسرحية وخذت الجائزة الأولى في أول مهرجان مسرحي خليجي الأول، كان إخراج عبد الله ملك. بعدها لحقها بمسرحية ثانية اسمها يود عليه، هذيك كان اسمها المؤلف. عقب يود عليه اللي كان كاتبها حسن عون، وإخراج عبد الله ملك اللي كانوا عاد فيها هني خليفة العريفي، سامي القوز، حسن عبد الرحيم، جاسم شريد الله يرحمه، عبد الحميد، محمد حميد السلمان، مجموعة كبيرة كانت فيها، وأنا دور الشكاك، أنا كانت الزوج أو الخطيب الشكاك اللي زوج في الأخير في دي المسرحية. فأيضا كممثل بداية قبل دلين في 81 طلعني في مسرحية مع إبراهيم بحر وفؤاد الحمر اسمها عطيل يعود، مثلت. أنا عقب يود عليه أنا مخي سينما، يعني جملة كتبها الناقد يوسف الحمدان، هو حاط تحليل عن المسرحية، قال إن إحنا قاعدين نشوف ممثل واعد وشكله إن ذي ممكن يترك السينما ويتم في التمثيل. أنا ذي الجملة وقفتني. أم بدل ما تدفعك وقفتك؟ إيه لا وقفتني. لا ولعتها من يومها، يعني تتحكي 85 الحين إحنا شقات 35 سنة ما عتها. ما صارت في، يعني في العمل طبعا الشهير واللي كلنا نحبه واللي انا اعتبره يعني نقله نوعيه في مجال الدراما في البحرين هو حسن ونور السنه. حسن ونور السنه يعني اللي تشوفه في ذاك الوقت يعني بينبهر للامانه، مؤثرات بصريه، ممثلين، طريقه لبس غير، يعني كل شيء فيه كان غير يعني. صح. وقصه حلوه، قصه بطوليه وعن الحب وعن الوفاء وعن يعني احنا بنشوف معاك يعني استاذي اولا لقطات وكواليس زين وحصريه هذه طبعا لبرنامج وطني، نشوفها معاكم مشاهدينا هذه الكواليس من المسلسل اللي كلنا نحبه حسن ونور السنه، وراجعين نكمل. تاوهم داير ريكورد لك هناك تاوهم داير ريكورد لحظة اطلع عزيز اطلع عزيز شباب صور هذا ما بين الاتحاد رفض خلف عبد الله كانوا يسوون لي طول السنين يعطوني طيار. ما
استاذ يعني شفنا هذه اول شيء انا بسالك في حد تعور في المسلسل؟ المسلسل لا. اي لكن مره على العصبيه اللي تكون عنها كنت مصر اصور مشهد وكانت زينب العسكري وانور. اي نعم. انور قاعد يقول لي الخيول مو مرتاحين لهم مو مرتاحين لهم، وانا مالي شغل مرتاح ومرتاح، قاعد تدربنا 3 شهور على الخيول لازم تركبون الخيل. ركبوا على اصراري يعني صراحه واختفوا. الخيل ما قد صادها، صادها شيء هجت، لا هم عارفين يودونها وهم فوقها هم على الخيل واختفوا منا. الحين احنا صار فريق بحث عن زينب العسكري وعن انور احمد. لقوا زينب طايحه سموير هناك، وانور لقوا بعد في سموير، بس صار قلق في على الفنانه زينب. الحمد لله. اي الحمد لله. خلينا نسمع القصه. ايه؟ استاذ يعني مو وجهه نظر اخرى. ايه؟ استاذه زينب مساك الله بالخير. يا هلا ومرحبا. سعيدين بسمع صوتك، يا مرحبا فيك. انا سعيده بوجودي معاكم في تلفزيون البحرين، تلفزيوننا اللي ميزنا وجعل منا فنانين مميزين، فسعيده جدا بوجودي معاكم. قصة الخيل استاذه يعني نبي نبتدي فيها. قصة الخيل اللي هج فيكم وانتم على الخيل. سامحه استاذنا بسام الدوادي. عجبنا في المسلسل، بس كنا وايد مستمتعين بصراحه، لان الاستاذ علمنا ان احنا نحب مجالنا وايد، نحب كل شيء نقدمه، نحب تفاصيل عملنا، وهذا اللي كان حاصل في مسلسل حسن ونور السنه، يعني اصر ان احنا نتعلم نركب الخيل، والصراحه كان هذا هو الشيء الجميل، ان احنا حسينا فعلا ان تعرف ان الدور احنا اللي مسوينه، الدوبلير دائما ما يعطيك الاحساس الصح للدور، فكنا وايد مستمتعين بهالتجربه. وهذا اليوم كان يوم يعني استاذي انا ما طحت من الخيل صدقني، انا كنت ثابته. بس قالت لنا ان هي كانت ثابته، ما طحت. هم يدورون علي، انا ماسكه الخيل واقفه مكاني ما تحرك، هم يدورون ظلام وينادوني زينب. اي بس انت فارسه كنتي حبيبتي، انت كنتي فارسه اوريدي تركب الخيل اوريدي عندها احاول اصير فارس. تتذكر استاذي في مشهد الخيل اللي كان بيني وبين انور، ان انا سبقته قلت له ما يصير، هو البطل لازم هو الريال لازم هو يكون قبلك، بس هو الحصان اللي كان الطوفه كان وايد حركي، وانا كنت يعني كذي رشيقه وعلى ايامها يعني وايد خفيفه، فالحصان انفلت فيني مستانس علي انه واحده خفيفه يعني ما يحس فيها. بس كانت ايام جميله بصراحه. انا زينب، اولا انا وايد وايد سعيد ان اسمعك، وحشني صوتك من زمان، وانت وحشتينا وايد وايد، وصراحه يعني شوف هذه المراه اشتغلت مسرح، اشتغلت سينما، اشتغلت تلفزيون، اشتغلت مسلسلات، لكن ما تتخيل عطت وقتها حق الطفل بشكل، سوت مسرحيات من جيبها. تذكرين زينب مسرحيات؟ اي اكيد. هي تشتغل، هي تعطي للطفل بشكل تربي اجيال. نعم. من غير ما تحس هي قاعده. نعم. تربي اجيال كانت. يعني فنانه زينب العسكري اكيد فنانه غنيه عن التعريف وقديره، واحنا نفتخر فيك طبعا كفنانه بحرينيه. يعني بودنا استاذه زينب لو نبي يعني بشكل سريع جدا نقول تجربتك مع الكبير المخرج والفنان بسام الدوادي في كلمة تلخصينها لنا، ايش بتقولين عن تجربتك وياه؟ انا من يعني طبعا اجمل اعمالي كانت مع الاستاذ بسام الدوادي، وهي ما اقولها من قدامه، هو يعرف اكيد ان انا اول خطواتي في تلفزيون البحرين كانت على يد الاستاذ بسام الدوادي، وانا سعيده ومحظوظه، امانه محظوظه اني راح اقول تتلمس على يد استاذ عظيم كان يمسك بيدنا، ما حسينا انه هو مخرج يعني عنيف يعاملنا معامله نخاف من المجال، بالعكس يعني انا كنت في بداياتي اتذكر اول مسلسل استاذي فتاه اخرى، فكان يعني واقف معانا يساعدنا، تحسين الاخو اللي يبي
خواتي يتميزون ويطلعون بشكل مميز. هذا كان هو الأستاذ بسام الزوادي. عشان كذا إحنا مستحيل ننساه، مستحيل ننسى فضله معانا ووقفته معانا في المجال الفني. وأنا أقول لكم إذا لي الفضل إن أنا ما شاء الله يعني كنت متميزة في المجال الفني للأستاذ بسام الزوادي، لأن أول خطواتي كانت على يده. أنت دائما متميزة أستاذة زينب. لا بس زينب، بس بقول لك يعني بقول لك شكله الله يستر. لازم أقول لهم انتي شلون كنتي، شلون تفكرين؟ زينب كنت مسوي اوبريت اسمه صدى الاشواق. الاوبريت اللي خلتني اصيح، اللي خليت وفي الاوبريت هي كانت من ضمن البنات الصغار اللي هاي تشوف اصرارها، ولقيت انا ذي فيها ياتني اللي تقول لي ابيك تخليني قدام. طبعا انا قلت اوكي، بس يوم صار الاوبريت ما خليته قدام. وتي يصيح انت وعدتني تحطني قدام وما حطيتني. شفت طريقتها واسلوبها، حسيت ان ذي البنت غير. قلت لها زي حبيبتي اقول لك شيء، اذا خليتك تمثلين في مسلسل اوكي تغفرين لي ذي الشغله؟ وقالت لي اوكي. طبعا واضح يعني، واضح جدا يعني. طبعا استاذه الفنانه زينب العسكري تألقت في العديد من الأعمال، نعم. ولا زال اسمها يعني طبعًا يعني من نجوم الفن في وطننا العربي. يعني طبعًا يا رب يحفظها ويحفظ أهلك ويحفظها حق بيته وكل شيء. بس أنا في فيلم عندي كتبته من فترة، ما قلت لكم 5 سنين؟ هذا الفيلم. وأنا كلها متخيلها هي. كنت كلها اصلا هي ما راحت من بالي. انا اذا تسمح لي يعني اذا تسمح لي تسمح لي يعني الفنانتنا زينب يعني يمكن انت استاذ يعني تمون عليها اكثر. يسلمك. نبقي تطلب منها وعد ايه انها تكون معنا في البرنامج. زينب تطلب منها استاذ يعني. اصلا بقول لكم شيء، تعرفون اسم البرنامج بروحه يخلي الواحد غصبا عليه وطني. يعني انتم ما تعرفون غلاط البحرين في قلبي. الله. يعني والله أنا بنتي اسمها الغلا ويات في العيد الوطني البحريني. يعني الصدفة كانت غريبة، لكن أحس إن ربي عطاني هاي الشعور إن تعرف إن بنت من بنات يعني يكون اسمها الغلا وفي اليوم الوطني البحريني تي، يعني شيء أنا وايد سعيدة فيه. فديرتي غالية على قلبي وأكيد إن هذه دعوة من البرنامج أكيد، ودعوة من أستاذ بسام يعني. وشجعني بس اسم البرنامج هاي بروحك صاير. خلاص يعني احنا حين نعتبر ان احنا خذينا وعد على الهواء من فنانتنا الجميلة زينب العسكري. ان شاء الله تكون ضيفة عزيزة على برنامج وطني. بتشرف. الله يسامح بس كورونا اللي مو براضي خلينا نيل بحري. ان شاء الله ان شاء الله اذن وتعدي. عندنا ان شاء الله. والله حابسنا يعني تعرفين انا الحين صار لي 6 شهور تقريبا يعني من ايام الازمة مايت البحرين وايد متضايق لهالشيء، لان صراحه وايد خايفه على صغاري من الفحص اللي يصير يعني، فوايد حاتي. نعم. يعني قال لكم استاذ بسام انا من صغري وانا احب مسرحيات الاطفال واحب الاطفال وايد، فتخيل عيالي شنو شعوري لما يجون ويكون في يعني فحوصات وكذا. ان شاء الله. وانا بعد خيالي واسع. الله يحفظ الجميع ان شاء الله فنانتنا، ويا رب ان شاء الله يحفظ الجميع وتأدي او خلينا نقول تعدي هذه الازمه على خير، ونشوفك بين يعني هلك وبين محبينك، وان شاء الله في برنامج وطني تكونين ان شاء الله ضيفه عزيزه معنا. يعطيك العافيه وشكرا جزيلا لهذه المداخله الجميله. شكرا زينب. وزينب اهم شيء انت تكونين مرتاحه وتكونين طيبه، عيالك طيبين وبيتكم وهلك وكلكم طيبين، اهم شيء هذه اهم شيء عندي. ما انسى موضوع الفيلم، لان انا كان خاطر في يوم من الايام كنت بقول هاي الشيء، ان الشيء الوحيد اللي ما سويته مع الاستاذ بسام الزوادي اللي هو فيلم سينما يكون وايد خاطري. يا ريت. يعني كنت اتمنى هاي الشيء لكن ما ادري. ان شاء الله ان شاء الله يا رب المستقبل القادم يكون افضل ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. سلمين يا الغاليه، ما قصرتي، طول لي عمرك. شكرا لك استاذتنا فنانتنا زينب العسكري على هذه الاطلاله. استاذ محبينك وايد ويعني زملائك وايد ورفقاء دربك وايد. زينب فاجأتني بها يعني انت الحين يعني زينب بالنسبه لي تعرف هذه نواة بديت فيها في شيء قريب يعني لما سويت حسن ونور السنة. نعم. ما كنا عارفين طبعا لا قصة شلون صار حسن. بنسمع القصة منك، لكن أيضا عندنا صديق عزيز عليك، و
يعني بنا احنا يعني نفاجئك فيه صراحه استاذ بسام، وهو موجود معنا على الهواء مباشره من القاهره، من عاصمه السينما والثقافه والفن، وهو المخرج الاستاذ طارق الشناوي. مساك الله بالخير استاذ طارق. الو الو، انا ناقد مش مخرج. ناقد، ما انا بقول له طارق ازيك؟ وحشني وايد. انت اللي وحشني وايد وايد. استاذ طارق مسك بالخير. طبعا يعني نبي نتكلم معاك عن ابرز المواقف اللي تتذكرها مع ضيفنا العزيز الاستاذ بسام الذواري. الاستاذ بسام، اولا بحييك استاذ بسام وبحيي رؤية. الله يسلمك. الاستاذ بسام الذواري ده جزء من حياتي وجزء من حياه كتير من السينمائيين في مصر، واحنا انا شخصيا بعتبره ابن بلد حبيب. شيخ حاره يعني هو مصري في مشاعره، مصري في ثقافته، في معلوماته، في حبه. يعني هو اقرب المخرجين العرب الى الوجدان المصري الحقيقه. وفي نفس الوقت الاستاذ بسام احنا كثيرا ما نلتقي خارج الحدود. نعم. بنتقابل احيانا في البحرين، احيانا في القاهره، لكن احيانا كثيره بنبقى في كثير من المهرجانات خارج عالمنا العربي. نعم. وداخل ايضا عالمنا العربي، وبنلتقي في لجان تحكيم. من اكثر الشخصيات اللي انا ببقى سعيد بيها جدا. استاذ بسام عمل انجازات بتخليه دايما الاول. الله يسلمك. الاول انه اول فيلم روائي بحريني الحاجز، هو الاول. اول مهرجان سينمائي عن السينما العربيه. نعم. ايضا هو الاول. احنا كنا دايما ساعات نداعبه لما عمل فيلم الحاجز، فنقول انه عمل حاجز كمان وما خلاش حد يطلع بعده، لكن اتضح انه بالعكس فتح جسر لفنانين من مملكه البحرين يقدموا اعمالهم، فهو يعني اقام جسرا ولم يقم سدا. وفضل دايما احساسك انه المهرجان العربي مرتبط بمملكه البحرين. نعم. وانه مرتبط بسام لان هو اقامه. اشعل كمان حاجه مهمه جدا، فكره المهرجانات ما كانتش كفكره موجوده في الخليج. نعم. لا، خلاها لها وجود، وشفنا بعد كده مهرجانات كتيره بتقام في الخليج، حتى لو كان مهرجان البحرين انا عرفت كان المفروض يرجع طبعا هذا العام لولا الجائحه بعد توقف، لكن يعني حتى هذا التوقف نقدر نقول انه هو ادالهم مساحه ان احنا عملنا وبنرجع وهنعمل، وفي جيل جديد هيكمل اللي بداه الاستاذ بسام، هو نفسه لا يزال قادرا على العطاء. نعم. الحقيقه وافلامه مهمه جدا في تاريخ السينما العربيه. لا شك استاذ طارق، يعني الاساس السينما في البحرين يعود الفضل طبعا للاستاذ بسام في بناء هذا الاساس، وهو اساس متين وقوي، وان شاء الله راح يعني تستمر باقي الاجيال، ويعني وراح تطلع على تجارب الاستاذ بسام، يعني وراح تقدم لنا ما هو افضل ان شاء الله في المستقبل. بس نعم، اذا في نقطه بس، انا اول حاجه يا طارق انت وحشني قوي 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 طبعا، لولا بس الجائحه. يا لولا الجائحه وعلما كنا عشرات المرات، لانه في كذا مهرجان كنا هنتقابل فيه. فعلا فعلا. وبعدين بس في معلومه، ان عارف ان انا عشان ارجع للتاريخ سواء للفنانين او الفنانات، دائما ارجع لطارق الشناوي، يملك ادق التفاصيل اللي الجمهور لا يعرفها. نعم. هو اللي يعني يعرف هذا التاريخ ويعرف هاي المعلومات، ودائما لما عندنا شيء نريد نفاجئ ناس في برنامج مثل برنامجكم، جاي ارجع حق طارق الشناوي يعطيك معلومات فعلا لا تجدها في اي مكان. طبعاً. وللامانه يعني استاذ بسام، الحديث معك والحديث عن الذكريات والحديث مع محبيك واصدقائك حديث جدا جميل، ويرجعنا الى الماضي الحلو، بس يعني احنا مع الاسف الشديد يحكمنا دائما عامل الوقت. صح. يعني لذلك فاحنا مع كل اسف نعتذر ان احنا ما قادرين نطول اكثر ونسمع ذكريات اكثر. فكل الشكر والتقدير حق الناقد والاستاذ طارق الشناوي من جمهوريه مصر الحبيبه. الله يسلمك. شكرا عزيزي طارق، ميرسي قوي. ولا تزال دولة مملكة البحرين وشعب البحرين في قلب القلب الحقيقة.
الله يسلمك. في مصر الاعتزاز كبير جدا بهذه المملكة العظيمة اللي دايما بتشع نور وحب وثقافة، وستظل بإذن الله على هذا الإشعاع. نعم إن شاء الله. تسلم، شكرا مرسي لك. عزيز شكرا لك. عزيز أستاذ طارق، شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ طارق. احنا يعني ما اعرف، احنا دائما هذه اللحظه تكون لحظه بالنسبه لنا انا وبسام لحظه حرجه لما نوصل حق مرحله ان احنا لازم نختم فقرتنا، ولكن يعني اكيد احنا استاذ بسام اليوم مشاهدينا تعرفوا يمكن على جوانب اخرى، شافوا واسمعوا يمكن في امور كانوا دائما يشوفون فيها شخصيه بسام الذوادي المخرج، لكن اليوم تعرفنا على المخرج، الانسان، الممثل، المؤلف، شفنا جوانب جميله جدا. يعطيك العافيه، عطاء مستمر ان شاء الله، واحنا نتمنى دائما ان تظل بهذا يعني بهذا النور وبهذا العطاء، لان فعلا مثل ما تفضلت وقلت في البدايه البحرين تستاهل. اول أولا جدا تستاهل، وانا متاكده في شيء قبل ما اختم بسام يبي يقوله. برجع حق الاسم، يعني هذا الاسم عزيز علي طبعا، وانا اتشرف ان احمل اسمك، وانا فعلا سميت على اسمك استاذ بسام، وهذه انا اتشرف اقولها على الهواء امام المشاهدين. انت تسميت على اسمك؟ انا تسميت على اسمك فعلا. مصدق. يعني للامانه كان بسبب هذا الفيلم الجميل واللي شافته الوالده سنه 90، وكان يعرض اعتقد على شاشه تلفزيون البحرين. لا هاي في سينما اوال. كان موجود في السينما، ولكن الاسم كان موجود، ويعني وشافته الوالده وعجبت بالفيلم طبعا. يعني فانا اتشرف ان احمل اسمك استاذ بسام. الشرف لي. ما رحنا بعيد في الاعلام بعد يعني. لا بالعكس، هاي شرف لي. الله يسلمك. هذا شيء يعني ما تتخيل ايش كبر عودي عندي. الله يحفظكم كلكم الصراحه. الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله. سعيدين سعيدين بوجودك. الله يسلمك الغالي. شكرا لك. مخرجنا السينمائي الكبير الاستاذ بسام الذوادي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل ما تفضلت فيه معنا. نواصلين معاكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل وراجعين لكم ان شاء الله. هني في البحرين كل اللي تحبونه، الحلوى وهني الطيبه وهني النخل وهني الماي والعيون، هني الجمال، هني البحر، هني الصيد، هني اللولو، هني كل شيء جميل. هني في البحر قصة أغنية هني في البحرين ترحيبي، يترحب بالناس وبعدين تتكلم عن البحرين. يا مرحبا بيكم هني في البحرين، خلوني بسولف واروي عن البحرين. لما جيت عند أغنية البحرين والشيخ عيسى كاتبها بطريقة يعني جميلة جدا، اتكلم عن جمال البحرين وعن تاريخ البحرين وعن طيبة البحرين. هني في البحرين لا دنيا تشغلهم، لا هم ولا أحزان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، في ديرتي من سنين هني في البحرين، في ديرتي من سنين هني في البحرين. يا مرحبا فيكم هني في البحرين. صناعة الفخار في مملكة البحرين من الحرف اليدوية المميزة، يعني وجودة الفخار البحريني لا يعلى عليها، لكن شبابنا البحريني قرروا أنهم يعيدون تجديد هذه التراث وهذه الصناعة بطريقة مميزة من خلال تحويل الفخار إلى يعني عبوات مياه للاستعمال اليومي. صار يعني مثل ما تقول عصفورين في حجر، طبعا الحفاظ على التراث وكذلك الحفاظ على البيئة. نتابع التقرير وراجعين. أحمد، الشركات الثانية تضمن لي أن الماي في هالقوارير يبرد ولا يحرر لمدة 24 ساعة، لكن احنا كلنا نعرف أن الفخار خصوصا الفخار البحريني يعني متخصص في تبريد الأشياء، كم تضمن لي أن الماي يبرد في هالقارورة اللي تصنعونها؟
طبعا دام ان الماي موجود في القاروره اكيد الفخاره بتبرد، فهو احتمال كبير ان الماي يظل بارد دام انه هو موجود في الفخاره. طبعا دام ان الجو يكون معتدل حول هاي الفخاره طبعا ما يكون معرض للشمس او معرض للحراره العاليه. شنو اللي يميز الفخار عن يعني المواد الثانيه المستخدمه في اعداد القوارير اللي نشوفها تعرض في السوشيال ميديا ويشترونها الناس؟ حلو، طبعا بشكل مختصر الفخار بالفعل يفيد جسم الانسان من ناحيه العناصر، والماء يتفاعل معه تفاعل ايجابي عكس كثير من المواد. وكذلك يعني من ضمن المميزات ممكن هاي الشنطه البسيطه جدا اللي موجود عليها بعض التطريزات، ممكن من احدى المواقف الجميله مع اخواننا في الكويت في سوق السبت عند باب البحرين كانوا يسالوا شنو هاي، قالوا هاي الابراج، قلنا لهم لا هاي الاختام الدلمونيه، فابرزنا التاريخ البحريني بشكل عصري اكثر، وكان هاي شيء ايجابي لنا. كان هاي طبعا سوالفنا معهم كانت حلوه، تعرفنا على هاي الاختام الدلمونيه اكثر، كان شيء حلو. هل فكرتوا في ادخال التكنولوجيا للغرشه بما ان الناس قاعده تتجه حق هالاتجاه؟ طبعا اكيد بيكون شيء حلو لو ندخل التكنولوجيا، لكن دام ان هذا الشيء ما يكون له ضرر على البيئه، على البحر، على النباتات، على اي شيء، واكيد هاي الشيء بيكون مشجع لنا ان احنا ندخله الى الغرشه. وممكن ايضا الاطفال وايضا طلاب المدارس يستخدموها كغرشه للمدرسه بدل استخدام غرش البلاستيك، لان نعرف ان غرش البلاستيك تضر البيئه وتضر البحر، فلذلك هاي الغرش تكون مرتبطه بالتراث، عصريه، وعند فيها غر فيها هاي الشنطه. مشروع رائد بحريني، يعني براند بحريني، وكذلك ايضا في فكره جديده، وفي يعني مثل ما نقول راح يعني ينتشر بلا شك من بعد ما نفهم الكونسبت والفكره مالت هذه يعني المطاره الفخاريه اللي تم اعاده يعني صياغتها وتم اعاده يعني صناعتها عن طريق مشروع كان، وصرنا يكون معنا عضو في المشروع وهي عهود مثنى علي. مساك الله بالخير. يا أهلين. يعني أنا لو بسألك يعني عهود، شو اللي خليني أنا أشتري هذه المطارة؟ تمام، أول شيء إحنا كطلبة في جامعة البحرين سوينا هالغرشات ترتكز على ثلاث أشياء رئيسية اللي هي الصحة والتراث والبيئة. عندك الجانب الصحي، إحنا في جامعة البحرين في المختبرات هناك قسنا كمية البوتاسيوم كمية الصوديوم، صارت تتجه إلى الاعتدال أكثر. نعم. أيضا إلى الجانب البيئي اللي هو الغرشة نفسها راح تقلل من استخدام البلاستيك عندنا، لأن البلاستيك تعرف إحنا نعرف كلنا أضراره شقد هو بضر على البيئة. والجانب التراثي إحنا استحدثنا هالغرشة مثل ما تشوفونها بطريقة عصرية، يعني استحدثناها بطريقة عصرية بحيث إن نجذب التراث بطريقة جدا عصرية وعملية. نعم طبعا هذه يعني حق التجميل يعني. هي حقيقة مشكورين يعني خليتوا اسم البرنامج. يعني درستوا الموضوع من كل الجوانب، حتى من جوانب الصحيه، ويعني مشروع يا جماعه طالع من المختبر، يعني درستوا الموضوع في المختبر بان شلون يقدر هذا يحافظ على الصحه ويحافظ على البيئه لما صار البراند مثل ما احنا شايفين اليوم. احنا في البدايه اصلا كانت قصتنا يعني كلش في البدايه كنا عباره عن طلاب شاركنا في برنامج شركتي اللي تتابع الانجاز. اي نعم. وفزنا بأفضل تأثير اجتماعي في 2019، فهاي كانت هي البداية، مو لنا طلاب في الجامعة وإحنا سوينا المشروع. أنا شخصيا اقتنعت أنه يعني لما سألتك اللي خليني أشتري أنا فعلا يعني من كلامك أنا مقتنع، لكن شلون قدرتوا تحصلون على الدعم الكافي على أساس أن تكون عندكم يعني هذه المشروع بحجم الكبير؟ يعني وهذه الشركة يعني اللي أنتوا الحين يعني في صدد إدارتها انتاج هذه السلع، شلون؟ اي طبعا احنا مثل ما قلت ان احنا في البدايه شاركنا في مسابقه، والمسابقه كانت وايد كبيره على نطاق البحرين كامل ككل. نعم. فالمسابقه هي عباره عن احنا نسوي شركه، وهالشركه احنا نحصل اسهمها
احنا نبحث عن اسهم، الناس تساهم ويانا في الشركه نفسها، فكان من الدكاتره اللي ويانا في الجامعه في ناس نعرفهم اعطونا هالكابيتال، فمنه بدا الكابيتال ويانا. وشلون تحمسوا يعني هل في حماس من الشباب من الناس حق يشترون هذه؟ اي الحمد لله العلاقه رواج يعني بشكل كبير الحمد لله. نعم. وشنو يعني طموحكم في المستقبل؟ حاليا احنا نحاول احنا نتم بمستوى تعزيز الجانب التراثي، الجانب البيئي والجانب الصحي، احنا مرتكزين على هالثلاث نقاط، واحنا نحاول نجذب كل الحرف القديمه. يعني انت مثل ما تشوف الحين فخار، احنا قبل كان عندنا الحب العود، فاحنا نحاول نجذب هالحرف القديمه بشكل عصري. نعم. هاي هي ارتكازنا الرئيسي عليه. ممتاز، يعني احنا نتمنى لكم التوفيق الأمانة. يعني صراحه يعني مشروع فريد ما حد فكر فيه من قبل. اي هي فكره فريده. أي. يعني اول مره تطلع. زين، الله يوفقكم ان شاء الله ويعطيك الصحه والعافيه. مشكور على تواجدك معنا عهود مثنى علي، عضو في مشروع اكن. الله يعطيك الصحه والعافيه، شكرا لحضورك. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجعين. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. بسام، اتوقع ان احنا الحين لازم نشوف الاحصائيات مالت اخر الاحصائيات اللي وصلت لها وزاره الصحه اليوم حول طبعا اللي هو فيروس كورونا، لوين وصل وشنو الاعداد؟ طبعا يعني الاحصائيات يعني اللي اجرتها مملكه البحرين، لو نتكلم نبتدي بالفحوصات، وصلت الفحوصات الى 1,333,000 فحص، وهي النسبه اللي تفوق بها البحرين طبعا على اكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وبلغت الحالات القائمة 6,865 حالة، وضع الحالات المستقرة لله الحمد يبلغ 6,815 حالة، فيما يبقى 50 شخص تحت العناية واللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 146 حالة، أما المتعافون يبلغون حتى اليوم 57,950 متعافي، أما الوفيات 224 حالة وفاة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني بسام اليوم حصيلة حالات طبعا الفيروس في مملكة البحرين رصد أكثر من 540 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 109 حالة لعمالة وافدة و424 حالة لمخالطين، وسبع حالات قادمة من الخارج، وتسجيل ثلاث حالات وفاة وتعافي 651 حالة. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويدوم علينا دائما نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، الله يحفظه ويرعاه. أعتقد وصلنا حين لختام حلقتنا الليلة. طبعا مشاهدين، احنا وصلنا معاكم لختام الحلقة، ونطرونا باشر في حلقة جديدة مع الزملاء فواز وهيا، ومع مفاجآت جديدة وضيوف يعني أيضا من العيار الثقيل. وصلنا معاكم لختام حلقتنا، نشوفكم إن شاء الله على خير، فمان الله، مع السلامة.